فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الملائكة تعلم ما في صدر الإنسان من أعمال الخير والشر، وهل يكتب عليه ما نواه؟ تعلم ما أطلعها الله عليه، تعلم الملائكة ما أطلعهم الله عليه. والنية، نعم النية، الله جل وعلا يقول لملائكته: من هم بحسنة ثم عملها فاكتبوها 10 حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة واحدة، ومن هم بسيئة إن عملها اكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها خوفا من الله اكتبوها حسنة. نعم.